عنا نتمس لفريق ريجن بويس خطير خطير في فرديات هذا الفريق ممتاز جدا في هذا المسار في هذا المسار رمضاني كرة الكرة مرة أخرى إلى فريق الأربع أمرار الريجن بويس سلط الأربع أمرار على فريق الأربع أمرار وكرة من هنا وكرة من هناك وهجمة من هنا وهجمة من هناك هل يفعلها هل يحدث الفجأة بيس في المكان المناسب والكرة ضاعت حارس مرمى تقريبا حارس مرمى فريق الريجن سهرة رمضانية للأمانة أوفت بكل الوعود كرويا حضوريا بالنسبة للجماهير النتيجة أيضا 1-1 بادر الريجن بالتسجيل والكرة ما زالت ستشير في قادم الحظ